تنضم إلينا من رام الله ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية. ولاء، لو تضعين في آخر الأرقام والإحصائيات نتيجة هذا الاقتحام، ما الذي حدث؟ ما الذي وصلت إليه الأمور حتى اللحظة؟ أهلا بكم. منذ ساعات الفجر الأولى قام جيش الاحتلال بالتعاون مع الشباك وأيضا حرس الحدود وقوات الجيش باقتحام مخيم نور شمس، وبعد ذلك قامت جرافات الاحتلال ب يعني إزالة ما هو يعني على الطرقات في مخيم نور شمس، ما أدى إلى انهيار البنية التحتية في المخيم. بعد ذلك قامت قوات الاحتلال بنصف ما يسمى بمصنع، وحسب ادعائها بنفس مصنع تدعى بانه يصنع فيها المتفجرات التي محليه الصنع التي يزرعها المقاومين الفلسطينيين في مخيم نور شمس للاليات المتمركزه في المخيم. وقال بيان جيش الاحتلال انه تم اعتقال عدد من الفلسطينيين في مخيم نور شمس عدا عن يعني اعطاب وهذه العبوات الناسفه التي يقوم بزرعها الفلسطينيين المقاومين ضد الآليات العسكرية في مخيم نور شمس. هذا ما حدث بالتحديد بمخيم نور شمس، وأسفر هذا الاقتحام عن استشهاد الشاب عايد أبو حرب يبلغ من العمر 21 عاما في إثر استهداف قوات الاحتلال له برصاصة في الرأس. هذا ما حصل في مخيم نور شمس. أما في منطقة الأغوار والتي أسفرت عن استشهاد الشاب محمد زبيدات الذي يبلغ من العمر 17 عاما، قالت قوات الاحتلال وحسب بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال، هذه المصادر التي يعني ننقلها هي من مصادر إسرائيلية وليست فلسطينية، ادعى جيش الاحتلال بأن هذا الشاب وصل إلى كشك يتواجد فيه المستوطنين، قام بإطلاق 3 رصاصات في الهواء ومن ثم لاذ بالفرار. قامت قوة من جيش الاحتلال بمطاردة هذا الشاب وعلى مفترق قرية الزبيدات الواقعة في مدينة أريحة، قام جيش الاحتلال بمطاردة هذا الشاب وإطلاق الأيرة النارية باتجاه ما أدى إلى استشهاد الشاب محمد الزبيدات من قرية الزبيدات في مدينة أريحة. شكرا جزيلا لك من رام الله ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، شكرا لك.